احنا كنا اخدنا من بداية ما اتكلمنا على الديفرنشال ايكويشن، ركزنا على الفيرست في اول شابتر خالص، الفيرست اوردر، وخدنا كم نوع، خدنا 8 انواع بداية من الاسبيرابل، وبعد كده انتهاء باخر حاجة خدناها اللي هي كان بي لينير، فنهينا 8 انواع. آخر حاجة خالص عشان يعني الموضوع ده نقفله بقى، هناخد نوع معين كده من الإكويشنز، نظراً لأنها موجودة كتير، يعني ممكن نقابلها في أي فيزيكال سيستم، تمام؟ فالمفروض اكتشفها المعادلة دي واكتشف حلها عالم اسمه ريكاتي، يبقى دي آخر معادلة هناخدها first order اللي هي الريكاتي إكويشن، دي اللي كيتشر نمبر 5. هنبتدي بحاجة اسمها اللي هو الريكاتي إكويشن. طيب هي بتبقى على ايه؟ زيها زي المعادلات التانية، لها فورمة، فورمتها معروفة وبتبقى واضحة جدا في المسائل، بتبقى ايه؟ y داش او دي y by دي x تساوي حاجة جنب الواي تربيع فيها إكس أو ثوابت زائد دالة تانية في إكس أو ثابت موجب أو سالب، سوري دي واي تربيع في واي، زائد أي حاجة بقى ما فيهاش وايات فيها إكسات بس أو ثوابت بنجمعها مع بعض بنسميها دالة جديدة سي أوف إكس. يبقى المعادلة على الصورة اللي انتوا شايفينها دي، المفروض على فكرة لو حطيتوا A of X تساوي 0، لو حطينا A of X تساوي 0 فهتلاقي في المعادلة ما فيش غير الجزء ده والجزء ده. ايه المعادلة اللي خدناها فيها Y داش وY ودالة في X اللي هي اللينير؟ يبقى لو ال A of X بزيرو هتلاقيها صورة اللينيا، مش متأكد ابقى ظبطها كده ورتبها تلاقيها تمام نفس الفورمة اللي خدناها اللي هي صورة اللينيا. طيب قال لك ايه؟ لو نفترض بقى لا البي اوف اكس هي اللي بصفر، والله لو بي اوف اكس هي اللي بصفر هتلاقي المعادلة فيها ايه؟ حاجات فيها اكس واي تربيع ممكن نخليها في الطرف اليمين، وسي اوف اكس تروح هناك، فتلاقي المعادلة دي بقت معادلة برنولي. برضو اللي مش متأكد يرتبها يلاقي الدنيا ظبطت، اللي هي معادلة برنولي دي اللي هي آخر حاجة نهينا بيها اللي هي كام بيلي. ما علينا من القصة دي سواء لينير أو برنولي، احنا مش هيهمنا كده، احنا يهمنا عايزين نحل الصورة العامة للمعادلة ده. أعمل إيه؟ قال لك بص، أنا هكتب الحل وطريقته وهثبت بعدين. قال لك الحل بتاعك إيه؟ والله إحنا خدنا في كل الأنواع اللي هي كانت فيها كان بي، كنا بنعمل إيه؟ بنستخدم تعويضة توصلني للحالة. قال لك هنا ممكن المعادلة بتاعت ريكاتي دي توصل لصورة اللينير بس تستخدم تعويضة. إيه هي؟ قال لك التعويضة بتاعتك يبقى احنا عايزين نوصل المعادله بتاعت ريكاتي دي اللي في الفورمه اللي انتوا شايفينها ده اهي لصوره اللينير، فقال لك هنستخدم التعويضه دي، هتشيل الواي وتحط بدلها ايه؟ وتحط بدلها 1 على في داله جديده. خد بالك في معادله ريكاتي دي لما بيطلب منك حل المعادله بيديك ايه؟ بيديك حل من حلول المعادله دي، يقول لك كده حيث احد الحلول اسمه يو تمام ممكن يبقى اي داله في اكس زي ايه؟ 1 على اكس، 1 كونستانت يعني، او اكس او 2 اكس ناقص 3، المهم وهو بيطلب الحل هتلاقي كاتب لك جنب المعادله بتاعتك ان في احد الحلول اسمه يو بكذا. طيب ده حلو، ده يبقى احنا هنعرفه، هنعرف شكل المعادله دي في الامتحان على طول.
دي معادلة ريكاتي، هيبقى جنب المعادلة اللي مطلوب حلها أحد حلول المعادلة اللي بنسميه اليو. طيب يبقى احنا هنستخدم اليو في التعويضة، يقول لك ايه؟ هتشيل الواي وتحط واحد على دالة جديدة اسمها في زائد اليو بتاعتك ده. طيب هو المفروض بعد ما هنعمل شوية ايه، بعد ما هعوض بالتعويضة دي في المعادلة بتاعت ريكاتي، احنا قلنا المعادلة هتوصل لمعادلة لينير، بس في ايه؟ في الفاريابل اللي دخلته جديد اللي هو الفي. هتبقى على الصورة ايه اللي احنا هنثبتها دلوقتي؟ دي في باي دي اكس، معامل الفي بواحد، زائد اتنين مجازا، مش هكتب A of X، هكتب A وخلاص، احنا عارفين خلاص ان ال A دالة في X او ثوابت، 2 A في U زائد ال B كل ده مضروب في V يساوي سالب A. تمام؟ يبقى المفروض انا في الامتحان لو اداني المعادلة واداني احد الحلول اللي هي اليو اعمل ايه؟ اقول له نستخدم التعويضة دي والمعادلة هتوصل للصورة دي بدون إثبات، وبكمل حلي بقى هي لينير. كنا بنجيب الانتجريتنج فاكتور، حيث هنا اللينير يبقى دي كنا بنسميها ايه في معادلة اللينير بي اوف اكس، واللي في الجهة اليمين ده على بعضه بإشارته بنسميه كيو اوف اكس. وكنتوا بتحلوا ازاي؟ بتجيبوا الانتجريتنج فاكتور اي اس تكامل البي دي اكس، ويبقى الحل بتاعك لما تيجي تحل المعادلة هنا في متغير جديد اسمه V، يبقى الحل بتاعك V تساوي واحد على الـ I، أفتح قوس كبير، تكامل الـ I في الكيوب زائد زائد. عوزنا بقى نرجع للـ Y، في علاقة تربط الـ V بالـ Y اللي عاملين عليها علامتين صح دي، فأنا هشيل الـ V وأحطها بدلالة الـ Y، يبقى كده جبت الـ General Solution بتاعي. طيب ناخد مثال وبعدين ايه نحط الاثبات عشان الناس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لي سولف دي واي باي دي اكس وتساوي سالب 8 x y تربيع زائد 4 x في 4 x زائد 1 في y زائد أي حاجة ما فيهاش x بنجمعها مع بعض، 8 x تكعيب زائد 4 x تربيع ناقص 1. طيب حيث الـ U of X بتساوي X is one solution of the differential equation اللي موجودة قصادكو دي. مديك أحد الحلول ومديك صورة المعادلة عبارة عن إيه؟ دي Y by DX أو Y داش تساوي، والناحية التانية حاجات فيها X Y تربيع، قلنا الحاجات اللي فيها اكس دي ممكن تبقى ثوابت عادية، وحاجات طبعا باخدها باشارتهم، حاجات فيها واي، حاجات فيها اكس مع الواي، وهنا اللي ما فيهوش الاكس خالص اهو. تمام. طيب هل دي معادلة ريكاتي؟ اقول له كده دي ريكاتي، حيث الـ A of X هي معامل الـ Y تربيع بغرب للمعادلة بسالب 8 X، والـ B of X معامل الـ Y بـ 4X فـ 4X زائد 1، تاخد بالك من الإشارات، والـ C of X اللي هي ما فيهاش ويات خالص بسالب 8 X تكعيب زائد 4X تربيع ناقص 1. حلو كده؟ طيب
اول حاجه هتعملها هم خطوتين. اول حاجه تثبت ان اليو بتساوي ايه، اكس از سوليوشن للمعادله. ناس هتقول لي ايه، طب ما هو اي ان سوليوشن، معلش انا عايزاكم تثبتوها. نزود خطوه، هو مدام عشان اليو تبقى حل للمعادله لازم تحقق المعادله، يعني الطرف اليمين بتاع المعادله يساوي الطرف الشمال. لما تشيل كل واي وتحط يو، لما تشيل كل واي وتحط يو. طيب اول حاجه هجيب الطرف الشمال، دي يو باي دي اكس، تفاضل اليو بالنسبه لاكس، ها تفاضل الاكس بواحد. طيب هجيب الرايت، هتشيل كل واي زي ما اتفقنا وتحط ايه، يو. أشيل اليو وأحط بالقيمة اللي بيتكلم عليها اللي هي الإكس، اليو بإكس يبقى دي إكس تربيع، تبقى دي إكس إيه؟ زائد 4X، ف4X زائد 1 في اليو ناقص، وأكتب الباقي زي ما هو. هنيجي نجمع الحلوين دول، أو سالب 8 هتجمع طبعاً المتشابه، سالب 8x تكعيب وسالب 8x تكعيب سالب 16، وهتلاقي دول لما تضربهم في بعض يدي ايه، 16x تكعيب، يروحوا مع بعض. هيبقى بعد ما تفك وتجمع المتشابه الكلام ده هيطلع بواحد. الله، ده يبقى لما جربت اليو لقيتها الليفت خلت الليفت تساوي الرايت. إذن اليو تحقق المعادلة. يبقى اليو حل للمعادلة. طيب نكمل، ده أول خطوة اللي هو بثبت إن اليو اللي مديهالك حل للمعادلة. تاني خطوة، نبتدي نحل المعادلة. قالك بنعمل ايه؟ يبقى اكيد في تعويضة بتوصل لي المعادلة دي انها هتكون في الصورة اللينير في متغير تاني جديد غير الواي. قالك في النوع ده من المعادلات بنعمل ايه؟ يبقى هقول له كده عشان نحل هنحط الواي بيو زائد 1 على دالة اسمها في. احنا عارفين ان التلاتة دول في اكس، واي او يو او بي، بس احنا عارفين ان اليو احد الحلول، هو مديهولك بكام، باكس. هستخدم الناس اللي ما بتعرفش تحفظ الصيغة اللي طلعت اللي هي لينير، خلاص بتاخد التعويضة ده اهي وتعوض بيها جوه المسألة. المهم ان انت هتوصل بالمعادلة لصورة اللينير. هتبقى شكلها ايه الصورة دي؟ دي في باي دي اكس، معاملها بواحد اهو، زائد افتح قوس كبير في ايه، 2 اي في يو زائد بي، احفظوا معايا، في في بره، الناحيه الثانيه بسالب اي، وتروح معوض مباشر بقى دي في باي دي اكس. 2 اي الاي بكام؟ بسالب 8 اكس في 2 يبقى سالب 16. أو 2 إيه؟ ممكن إيه نخليها في إيه؟ بالتصوير البطيء عشان الناس ما تتوهش. أهو 2 في إيه؟ في اليو بتاعتك بإكس، زائد البي بتاعتك بكام؟ بأربعة إكس، بأربعة إكس زائد 1، كل ده مضروب في في يساوي سالب الإيه؟ احنا استخدمنا عرفنا التعويضة والفورم.
بس المفروض اللي طالع يطلع ايه؟ معادلة لينير اهو، دي في باي دي اكس زائد. هتجمع الحلوين اللي جوه، بصوا اما اجي هتلاقي ده لما يدخل جوه القوس اول حاجة يديك 16 اكس تربيع، وبره سالب 16 اكس تربيع يروحوا مع بعض، هيبقى ايه بس من القوس ده كله الحد اللي هو 4 اكس. الناحية التانية سالب سالب يبقى 8 اكس. هل دي صورة اللينير؟ ده كنا بنسميه بي، واللي كان في الطرف ده هو بنسميه كيو. وكنا بنحل الحالة اللينير دي باستخدام الانتجريتنج فاكتور اللي هو كان عبارة عن اي أس تكامل البي دي اكس. يبقى اي البي بتاعتك باربعة اكس، هنيجي نكامل هيطلع اكس تربيع على الاتنين، يعني اي أس اتنين اكس تربيع. طبعا الناس متعودة تلاقي اي أس لين، مش لازم، قلنا على حسب اللي جاي. يبقى الاي طلعناه، يبقى الحل بتاعك. خد بالك احنا بنحل معادلة في مين؟ في المتغير في. يبقى الحل بتاعك في تساوي واحد على اي تكامل الاي في الكيو زائد الثابت. طيب نكمل، يبقى ال v بتاعتك تساوي واحد على i، هي ال i كانت كام؟ e أس 2 x تربيع، واحد على يبقى يطلع الأس بس بالسالب، تكامل ال i بتاعتك في ال q، كانت طالعة كام ال q في الطرف اليمين؟ كانت ب 8 x زائد سالب. طيب هنيجي بص عشان تكمل التكامل، تبص على الأس اللي فوق الإي، مشتقته إيه ده؟ 4X. يبقى أنت هتخلي التكاملية دي هتحتفظ بالأربعة جوه عشان يبقى مشتقة اللي فوق الإي تحت، وطلع اتنيناية منه. يبقى التكاملية دي هتدي ايه؟ تكامل الاي، ابص المشتقة اللي فوق لقيتها تحت يبقى بإي، والثابت بنزله زي ما هو. ممكن نعمل ايه؟ ندخل الإيهاية دي جوه، تلاقي لما تنضرب في الأولانية يبقى لك اتنين بس. ليه؟ لأن لما باجي أضرب أساس يساوي أساس بجمع الأسس، فتلاقي الأسس هنا قد بعض بس بالإيه؟ واحد بالإيه؟ بينطرحوا من بعض، فتلاقي إيه أس صفر بواحد زائد الثابت في الإيه. كل ده إيه؟ بنحل معادلة لينير عادي خالص بس طلعت في في. طيب خدوا بالكم من حاجة، أنا لازم أرجع بالدنيا الأصلها. يعني إيه؟ أنت عارف إن الواي تساوي اليو اللي كانت بإكس زائد واحد على في. طب أنا عايز أشيل الفي وأحطها بدلالة الواي، انقله دي هناك، يبقى واحد على في تساوي واي ناقص إكس. هي واحد على في دي اللي هي إيه؟ كأنها في ماينس 1، صح؟ يبقى v ماينس 1 يعني القوس ده قص كام؟ قص سالب 1. طيب ما دي v ماينس 1 اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ 1 على v اللي هي عبارة عن y ناقص x. يبقى أنا بقلب ال v وأقول إن دي y ناقص x. كده أنا وصلت للحل بتاعي اللي هو عبارة عن الجنرال سوليوشن. تمام؟
احنا بقى عايزين نثبت الحتة دي. قال لك ايه؟ احنا عندنا المعادلة اهي، عايزين نثبت ان المعادلة بتاعت ريكاتي هتوصل لمعادلة في V تمام بالصورة اللي احنا اتكلمنا عليها دي، بس لو اداني دالة يو احد الحلول. هنعمل ايه؟ قلنا هنستخدم تعويض. ايه هي؟ قال لك هنستخدم التعويضة دي. تعالوا بقى نثبت هل التعويضة دي فعلا اللي هي واي تساوي يو زائد واحد على بي. هل التعويضة دي فعلا هتوصلني للصورة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي صورة اللينير اللي كتبناها وقلنا نحفظها ونعوض بيها على طول؟ تعالوا نشوف. أول حاجة هنحط اليو كده، أوتوماتيك كنا بنعمل إيه؟ عايزين المعادلة تبقى معادلة في في مش معادلة في واي، فكنا بنعمل إيه؟ بنشيل كل واي ونحط الكلام ده. هتلاقي في الطرف اليمين تمام، بنشيل الواي ونحط يو زائد واحد على في، لكن في الطرف الشمال دي واي باي دي اكس هتحتاجها، فإحنا هنعمل ديفرنشيشن بالنسبة لx للطرفين، هتلاقي ده يدي دي واي باي دي اكس تساوي ده مجموع دالتين، يبقى تفاضل الأولى زائد تفاضل واحد على في بسالب واحد على في تربيع، اوعى تنسى في تفاضل دي في باي دي اكس، يبقى المعادلة بتاعتك هنروح نعوض. معادلة ريكاتي نسميها المعادلة ستار مثلا. هتروح معوض دي واي باي دي اكس تشيلها وتحط دي يو باي دي اكس التفاضل اللي احنا جبناه ناقص واحد على في تربيع دي في باي دي اكس. الطرف اليمين شيل كل واي وحط اللي احنا عرفناه ده، يبقى ايه؟ الواي بتاعتك يو زائد واحد على في بس متربعة زائد البي، الواي بتاعتك يو زائد واحد على في زائد السي. طيب وبعدين مش احنا عارفين ان اليو إن اليو حل للمعادلة؟ solution للإيكويشن. ستار للمعادلة، يبقى أكيد بتحايل إيه؟ المعادلة، يبقى هتخلي لو احنا بدلنا كل واي بيو المعادلة تمام، يبقى اهو دي يو واي دي اكس تساوي ايه في يو تربيع زائد بي في يو زائد سي. اعمل ايه؟ شيل دي يو باي دي اكس من الحتة ده ايه وحط الكلام ده، يبقى اهو المعادلة بقت كده. بصوا A يو تربيع زائد B يو زائد C ناقص واحد على V تربيع دي V باي دي X تساوي، واكتب الطرف اللي في اليمين. بس خدوا بالكم أنا هعمل إيه؟ الطرف ده أنا هفك لو في حاجة تتفك، في عندك قوس تربيع أهو أول واحد أهو، تفك الإيه؟ أدي إيه زي ما هي، يتفك لتلات حدود، الأول تربيع، اتنين الأول في التاني، تمام؟ والأخير تربيع. اللي بعده كل ده الطرف اليمين B في U زائد واحد على V زائد C. هتعمل ايه بقى؟ هنفك بس الطرف اليمين، يعني الطرف اليمين بتاعنا ده هيبقى عبارة عن ايه؟ دخل الـ A في الثلاث حدود، دخل البي في حدين،
زائد سي. بص بقى للطرف اليمين والطرف الشمال، هل في حاجات تروح مع بعض؟ اه، ده مع ده، ايه كمان؟ ده مع ده، واخيرا ده مع ده. هتعمل ايه بعد كده؟ هتاخد المعادله دي وتضربها في ايه؟ انت عايزها لينير، يعني ايه؟ يبقى معامل دي في باي دي اكس بواحد. يبقى انا هعمل ايه؟ هتخلص من اللي جنبها ده، اضرب المعادله او اضرب الحاجات اللي باقيه سواء في الطرفين اليمين او الشمال في سالب في سالب في تربيع. هضرب الطرفين في سالب في تربيع، هسيبها زي ما هي. ايه، امسح بس اللي فوق عشان الناس تبقى واخده بالها احنا عملنا ايه. يلا نكتب بقى اللي باقي. يبقى ده سالب واحد على في تربيع دي في باي دي اكس تساوي اتنين اي يو على في. اللي بيتلخبط في رمز يو مع في ممكن يسمي اي الدوال اي حاجة، اف اي حاجة، اي على في سكوير اي زائد بي على في. هنعمل ايه؟ هنضرب المعادله دي في سالب في تربيع. اشمعنى؟ عشان نخلي معامل دي في باي دي اكس بواحد. نضرب بالراحه، يبقى دي في باي دي اكس تساوي، هنضرب اول واحده في سالب في تربيع، يبقى ال في هي فوق بس بالسالب، سالب 2 اي في. اللي بعده هضرب في سالب في تربيع يبقى سالب اي، واللي بعده في سالب في تربيع يبقى واحده تروح من تحت. هنجمع الحلوين دول، يبقى ده يساوي سالب 2 اي زائد في هنا طبعا يو انا نسيتها، احنا هنضرب الحد الاولاني ده في في تربيع، يبقى سالب 2 اي زي ما هي، وفي هي من فوق تروح مع تحت بس عندك في يو هي، يبقى سالب 2 اي في يو. هناخد الفي مشترك من الجزئين اللي انا مشاور عليهم دول والسالب كمان، يبقى دي بي في في ناقص الاي دي في باي دي اكس. عشان اوصل لصوره اللينير بنخلي الفيات كلها في طرف واحد، يعني ايه؟ هنقل ده هناك باشاره مخالفه، يبقى دي في باي دي اكس زائد 2 اي في يو زائد البي في في هتساوي سالب ال. يبقى دي معادله لينير بس في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ تمام. يبقى الناس فهمت ليه بقى استخدمنا المعادله دي على طول وحلينا في الفي. ناخد مثال كمان نأكد بقى عشان الناس ما تكونش نسيت بالإثبات. يقول لي سولف المسألة دي، دي واي باي دي اكس تساوي سالب اكس زائد 2 اكس ناقص 1 واي زائد 1 ناقص اكس في واي تربيع. اه، المعادلة دي بتفكرنا بمين؟ بتفكرنا بمعادلة ريكات. يبقى لازم يكتب هنا أحد الحلول، بيقول لي حيث اليو اوف اكس از one solution للمعادلة
ومديهولي يساوي 1. تعالوا نبتدي نحل. الناس هتعمل ايه؟ اول حاجة قلنا نثبت ان اليو حل، يبقى هجيب الليفت هاند سايد تفاضل الواحد بصفر، والرايت هاند سايد عبارة عن كام جزء؟ 3 اجزاء، نكتبهم براح، سالب اكس حل، يبقى هبدل كل الحل بتاع المعادلة هو الواي، فانا هبدل الواي باليو. واليو هيد بواحد، لو جمعتوا الحلوين دول هتلاقيه بصفر. ايه ده؟ بما ان الليفت سوى الرايت يبقى اتأكدت ان اليو احد الحلو. اقول له على طول باستخدام اليو انا هعمل التعويضة دي، الواي تساوي يو زائد واحد على دالتان. اليو بواحد هنعمل ايه؟ في ناس ما بتحبش الحفظ، فممكن ناخد التعويضة دي ونعوض بيها جوه المسألة، بس هتلاقي ان انت عايز دي واي باي دي اكس، وهنفاضل التعويضة بالنسبة لإكس وهكمل. هتجمعوا الكلام ده تلاقيه معادلة لين. او في ناس خلاص فهموا الاثبات، يبقى المعادلة بعد التعويضة هتوصل لكده، معادلة لينير في في بالصورة دي، دي في باي دي اكس زائد 2 A في U زائد ال B كل ده في V يساوي سالب A، واحنا ثبتناها دلوقتي. يبقى هاجي دلوقتي ارجع للمسألة بتاعتي، مين ال A ومين ال B؟ يبقى احنا لو بصينا على معادلة المعادلة ده ايه، هنلاقيها معادلة ريكاتي، معامل الواي تربيع بنسميه ايه؟ خدوا بالكم هنا بيعمل تمويه نغير الترتيب، وده معامل الواي بنسميه بي، وأي حاجة لوحدها كده بنسميها سي بالإشارات طبعا. يبقى دلوقتي لو جيت عوضت يبقى دي في باي دي اكس زائد 2 الاي بكام؟ 1 ناقص اكس مضروبة في اليو بكام؟ 1 زائد البي بتاعتك 2 اكس ناقص 1، كل ده مضروب في في يساوي سالب الاي، سالب الاي. جمع اللي جنب الـ V ده، لو جينا جمعنا هنلاقي بصوا لو دخلنا الاتنين جوه يبقى سالب 2X عندك و2X يروح مع بعض، يبقى هيبقى ايه؟ 2 ناقص 1 يدي 1، كل القوس ده هيطلع لي 1 مضروب في V. يساوي الجهة التانية دي كأنها x ناقص 1 لو دخلنا السالب، دي لينير، ده اللي احنا كنا عايزين نوصل له في الفاريبل اللي اسمه v. يبقى بعمل ايه؟ كنا بنحلها بالانتجريتنج فاكتور، أول حاجة ال b of x معامل ال v بكام؟ بواحد، وال q اللي هو الناحية اليمين ده يبقى x ناقص 1. هتعمل زي ما عملنا المسألة اللي فاتت، وعندكم المسألة موجودة بالحل بتاعها. هتعملوا ايه؟ هنجيب الـ i الـ integrating factor، وهنحل هنجيب v، وهشيل الـ v من التعويضة بتاعتي ده اهي، تمام، واحطها بدلالة الـ y. طيب كده احنا خلصنا اللي هو الثمان انواع، ومعادله كمان اللي هي ريكات اهي، يبقى احنا كده ايه؟ 9. طيب المفروض بقى ناخد ايه في الجزء ده؟ ناخد شويه ابلكيشنز عشان ننهي موضوع الفيرست ديجري، كده سوري الفيرست اوردر. طيب قال لك احنا عندنا كام تطبيق؟ عندنا 4، منهم تطبيق خاص بايه؟ بكهرباء، فمش هنديه. التطبيقات اللي انتوا هتاخدوها الثلاثه هما ايه؟ اول واحد اللي هو الاورثوجونال تراجكتورز، يعني ايه الكلمه دي؟ يعني المسارات المتعامده،
طيب ايه كمان عندي؟ تاني عنوان، تاني عنوان اللي هو كولينج سيستم. هناخد فيه قانون من قوانين نيوتن. نيوتن لو. تمام. طيب ايه كمان هناخد؟ اخر حاجة خالص اللي هو حاجة خاصة بايه؟ بجسم متحرك، بس مش هيقابل مقاومة غير مقاومة ال سوري، مش اي جسم متحرك بقى، لا جسم ساقط، يبقى فولينج بادز. والأجسام اللي هتقع دي مش هتلاقي غير مقاومة الهواء بس، with air resistance. برضو هناخد قانون من قوانين نيوتن. آخر واحد بقى، انتم مش يعني مش مطالبين بيه، اللي هو إزاي أحلل دايرة كهربية، electrical circuit. المهم إيه؟ نبدأ بأول تطبيق. المسارات المتعة. بصوا احنا نعرف الدنيا هيديني ايه وطالب ايه ونعمل ايه. اول حاجة هيبقى مديني معادلة، تمام، كيرف، بس مش معادلة واحدة. امال ايه؟ معادلة هيبقى فيها ثابت، وكل ما تغير قيمة الثابت يديك كيرف جديد نفس الشكل، بتغيير المكان بقى، بتغيير يعني. المهم احنا بنسمي الكيرفات اللي لها نفس الشكل بتغيير مثلا اماكنها او بتغيير، المهم يعني بنسميها family of curves. نفس المعادله في اكس واي بس فيها ثابت، كل ما نغيره يديني كيرف جديد. يبقى هتلاقي المعادله في اكس وواي وفي ثابت. طيب المفروض ايه؟ طالبين ايه بقى؟ طالبين المفروض العمودي على الكيرف ده. هو كيرف واحد؟ لا، قلنا اكتر من كيرف. يبقى المفروض واحنا بنطلع الكيرف العمودي، مش كيرف واحد بقى، هيطلع اكتر من كيرف. يبقى برضو هيطلب مني المسار العمودي. هل هو مسار واحد؟ لا، امال عدد من المسارات. ليه؟ لأن هم عندي كل كيرف ولو عمودي، فيبقى ده أورثوجونال تراجكتورز، مش تراجكتور واحد بس. فيبقى برضو لو طالع هيطلعوا كلهم نفس الشكل، بس فيهم ثابت كل ما نغيره يديني واحد تاني. يبقى برضو يطلع زي ايه؟ فاميلي بالمنظر ده، في اكس واي واي ثابت تاني جديد. ازاي لو مديني كيرف او فاميلي اوف كيرفز اجيب المسارات العموديه عليها؟ قال لك بص الخطوات، ثلاث خطوات. اول حاجه امسك المعادله اللي مدهاني واعمل لها ديفرنشيشن بالنسبه لاكس. طيب بعد كده هعمل ايه؟ ايه علاقة ميل المماس وميل العمودي؟ كنا بنقول ان ميل المماس في ميل العمودي حاصل ضربهم يساوي سالب واحد. يعني ميل المماس ده هو بسالب واحد على ميل العمودي. طيب احنا دلوقتي ازاي نربط الدنيا بالجزء كابليكيشن، يعني بالفيرست ديفرنشال، الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن؟ قال لك يبقى يجي في الموضوع المفروض دي واي باي دي اكس. هتيجي منين؟ من السلوب. فاحنا عارفين ان السلوب، تمام، او الميل بتاع مماس لاي كيرف هو عباره عن ايه؟ دي واي باي دي اكس.
صح؟ يبقى احنا هنعمل ايه في الخطوة رقم واحد؟ بعد ما نفاضل نخلي دي واي باي دي اكس وننقل كله الناحية التانية، تساوي شوية حاجة. وأقول له إيه في الخطوة التانية؟ إحنا بندور على الكيرفات العمودية على الكيرف الأساسي. إحنا هنقول له كده، يبقى العمودي ميله إيه؟ ها، لو الميل بتاعي دي واي باي دي إكس، يبقى العمودي اللي إحنا بندور عليه سالب واحد على، يبقى إحنا هنعمل إيه؟ يقول لك الخطوة رقم اتنين، نعمل إيه؟ نبدل دي واي باي دي اكس بسالب واحد على دي واي باي دي اكس. ليه؟ انا بدور على عمودي، ايه علاقة الميل بتاعه بالميل الاساسي؟ سالب واحد على. يبقى انت هتروح في الناتج اللي ظهر ده، هو اللي هو ده، هو يا ولاد، بعد ما فضلنا وخلينا دي واي باي دي اكس في طرف والباقي في طرف، هتشيل دي واي باي دي اكس وتحط ده. اليمين ما بيتغيرش. وبعدين اوصل لمعادله ارتبها، يعني اوصل لمعادله فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. المفروض ثالث خطوه نعمل ايه؟ المعادله اللي انت وصلت لها ده، بعد ما غيرت الميل، المعادله دي التفاضليه بتاعه الاورثوجونال تراجكتورز اللي بتدور عليه. فلما هتيجي تحلها، حلها هيديك معادلة مين؟ اللي انت بتدور عليه، اللي هو الأورثوجونال تراجكتورز. تاني، يبقى دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ والله قال لك لو عندنا شوية كيرفات، كل ما تغير الثابت هتبقى معادله في ايه؟ في اكس واي زي ما اتفقنا، وثابت، كل ما تغير قيمه الثابت يدي كيرف تاني، تلاقيهم كلهم نفس الشكل باختلاف مثلا الاماكن. احنا عايزين العمودي عليه كيرفات جديد. يطلعوا هما كمان ايه؟ فاميلي اوف كيرف. تمام؟ هيبقوا دالة في X و Y، بس فيهم ثابت برضو، كل ما تحطه بقيمة تانية ايه؟ يديك كيرف تاني جديد. طيب، قلنا نستخدم ايه او نعمل ايه عشان نوصل للأورثوجونال تراجكتورز؟ قلنا ثلاث خطوات. اول حاجة همسك المعادلة ده اهي ونفضل، فهنجيب دي Y باي دي X وتساوي شوية حاجات. تاني خطوة هنبدل دي واي باي دي اكس بإيه؟ بسالب واحد على، لأن إحنا بندور على العمودي، وميل العمودي سالب واحد على ميل المماس، يطلع برضو كده، هو حد يغير الطرف اليمين. تمام؟ بعد كده نعمل إيه؟ نعمل سوليوشن يديني المعادلة بتاعة الأورثوجونال تراجكتورز اللي أنت بتدور عليه. تعالوا ناخد مثال. موضوع غريب جدا، بيقول لي ايه؟ عاوز، هل الموضوع هنا له اثبات؟ لا طبعا، هو احنا ربطنا ده بده عن طريق انه ايه؟ ميل المماس وميل العمودي بسالب واحد وسالب. بيقول لي عندي عايز المسارات المتعامده للفاميلي اوف كيرفز اللي بالايه اللي متوصفه بالمعادله دي.
ايه ده؟ كل ما تحط ثابت جديد ثواني. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه نجيب. المعادلة بتاعت الأورثوجونال تراجكتورز ازاي؟ أول حاجة هو الكيرف اللي مدهوني ده عبارة عن ايه؟ حط الثابت كده اللي في اليمين ده أي حاجة، سي ده، تلاقي دي معادلة دايرة. اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي ثابت، ده معادلة دايرة. مركزها ايه؟ او السنتر بتاعها ايه؟ عبارة عن صفر وصفر، ونص قطرها اللي هو الجهة التانية ده اللي هو سي. ليه؟ لان احنا عارفين ان المعادلة العامة بتاعت الدايرة كانت اكس ناقص اكس نوت الكل تربيع، واي ناقص واي نوت الكل تربيع تساوي الار تربيع. فلو جينا قارنا تلاقي اكس نوت واي نوت اللي هي السنتر اللي هو نقطة الأصل، ونص القطر بتاعي هتلاقيه اللي هو جذر اللي في اليمين اللي هو السي. طيب قال لك إيه؟ دي عبارة عن مجموعة دوائر مركزها صفر وصفر، ونص قطرها بيتغير بقى بتغير قيمة السي. احنا عايزين نجيب العمودي على الدايرة. على فكرة العمودي على الدايرة معروف انه هيبقى ايه؟ هو عبارة عن الخط المستقيم اللي بيمر بمركز الدايرة. اي خط مستقيم بيمر بمركز الدايرة فهو عمودي على الدايرة. طيب احنا عايزين نوصل، انا بقولها شفوي، عايزين نوصل لها بقى. قال لك بص الخطوات، قلنا واحد اتنين تلات. اول حاجة خد بالك ان المعادله هنا ممكن ناس تكتبها في الصوره حاجات تساوي صفر، سيام مش هتفرق. تمام، يكتبها كده يكتبها كده نفس الثلاث خطوات. اول خطوه قال لك نعمل ايه؟ نعمل تفاضل بالنسبه لاكس. هتيجي تفاضل الطرفين، يلا الطرف الشمال تفاضله 2x، ها الواي تربيع تفاضلها 2y، بس لا دي y by dx.
وتفاضل الكونستانت الناحية التانية بزيرو. هخلي ده في طرف لوحده، خلاص هنقل الاتنينات تروح لأن الناحية التانية زيرو. هنقل الإكس هناك بالسالب، يبقى بعد ما تنقلها هيبقى دي واي باي دي إكس تساوي سالب الإكس اللي نقلتها هناك على الواي. خلاص جبنا ده. تاني خطوة، احنا قلنا ايه؟ هنربط بقى، مش هنروح للميل بتاع المماس، لا احنا عايزين ميل العمود. فانت هتبدل دي واي باي دي اكس بسالب واحد على دي واي باي دي اكس، تخلي هتجيب المعادلة بتاعت العمودي مش المماس. يلا يبقى انا هشيل دي واي باي دي اكس في الطرف الشمال واحط الكلام ده. هل الطرف اليمين هيتأثر؟ لا ملناش دعوة بيه، زي ما هو بتبدل الجزء اللي في الشمال ده بس. هتلاقي دي كأنها دي اكس باي دي واي باكس على واي. المعادلة دي نوعها ايه؟ دي ديفرنشال ايكويشن اهي. المفروض الخطوة اللي جاية ان احنا نحلها. من الواضح ان المعادلة دي ها اول نوع خالص بتاعت فصل المتغيرات. يبقى تالت خطوة عشان نجيب السوليوشن، كنا بنعمل ايه؟ بنفصل المتغيرات الاول، الحاجات اللي فيها اكسات مع دي اكس، دي اكس دايما بتبقى الديهات بتبقى فوق دايما، فهنودلها الاكس هناك تساوي كأن بنضرب طرفين في وسطين، والناحية التانية دي واي على كان الحل بتاعك كان يقول لك بعد ما تفصل الاكسات مع دي اكس الوايات مع دي واي كنا بنكامل. فيبقى ده لين اكس تساوي لين واي زائد ثابت. هو الناس تسميها نفس اسم الثابت اللي موجود في راس المساله، نسميها اي اسم. ناس تانية احسن بتقول ايه؟ ما الدنيا كلها لينات، فبدل ما احط ثابت اقول له لين ثابت وخلاص. ليه؟ عشان الخطوه دي في التجميع كويسه، لين حاجه زائد لين حاجه بلين ده في ده. يبقى من هنا ممكن اودي اللين اللي في اليمين مع اللين اللي في الشمال كاني باخد اي طرفين، يبقى من هنا الاكس تساوي ثابت في واي. وعلى فكره لو انت الناس بتفضل انها تحط الواي في طرف والباقي في طرف، فانت هتقسم على الثابت والاسم على الثابت يطلع ثابت جديد. يعني من الاخر بصوا معايا، طلعنا ايه؟ ان دلوقتي اكس تساوي كي في واي. فانا هقول له كده يبقى الواي بتاعتي لو قسمت على كي الناحيه الثانيه واي تساوي اي ثابت في اكس. دي معادلتي او الحل اللي طلع بتاع المعادله اللي هي الديفرنشال ايكويشن، كانت المعادله بتاعت الديفرنشال ايكويشن بتاعت الاورثوجونال تراجكتورز. يبقى الحل بتاعها اهو جاب لي اللي انا بدور عليه، المسارات المتعامده لمجموعه من الدوائر مركزها صفر وصفر ونص قطرها بيتغير. طلعت ايه؟ طلعت خطوط مستقيم بتمر بايه؟ بنقطة الاصل، لان كل الخط المستقيم اللي بيمر بنقطة الاصل معادلته واي تساوي الميل بتاع الخط في اكس. طيب في ناس تحب ايه تقول ايه نرسم؟ بسهولة خالص عشان ترسم، تعالوا بقى ايه نشتغل الدنيا بايه شوية الوان كده. اول حاجة لو احنا عايزين نرسم، ادي نحط المركز بتاع الدوائر، والدوائر دي ايه؟ مركزها صفر وصفر، وانصاف اكترها بتتغير بتغير السي. خدوا بالك لو حطيت كده يبقى الدايرة دي ايه؟ ها؟ اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي نص القطر هنا بواحد. طيب لو حطيت كده في الثانية يبقى ده معادلته ايه؟ اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي نص القطر باتنين، يبقى دي اربعة وهكذا. طب دي لو حطيت سالب، احنا هنعمل بس امثلة كده ايه تلات كيرفات يساوي تسعة. طيب
ناخد لون تاني دلوقتي. العمودي على الدوائر دي كلها عبارة عن إيه؟ خطوط مستقيمة كلها بتمر بإيه؟ بنقطة الأس. كل دي مسارات متعامدة على الإيه؟ الخطوط المستقيمة دي ممكن يكون منها موجب أو إيه؟ أو سي. اللي بالازرق دي الاورثوجونال تراجكتورز اللي احنا جبناها، لكن اللي بالايه بالاحمر دي الايه اللي هي الفاميلي اوف كيرفز اللي بيدور عليه، اللي كان بيدور على العواميد بتاعته. طيب ناخد مثال تاني. بيقول لي هات ومديني الفاميلي اوف كيرفز بتاعتك اهي. تمام. طيب برضو الخطوات ايه؟ واحد اتنين تلات. بصوا يا اولاد، لو الرسومات طالعه مش احنا المره اللي فاتت في المثال اللي فات طالع خطوط مستقيمه ودوائر في الموضوع ده، تعال نشوف هنا كده، لكن مش مطالبين برسم طالما ايه ما قالش. اول حاجه المعادله اللي جايه لك واي تساوي سي اكس تربي. يلا اول حاجه، اول خطوه كنا بنفاضل المعادله دي بالنسبه لاكس، نجيب دي واي باي دي اكس. تعالى فاضل الطرف اليمين هيبقى 2 سي اكس. طيب بعد كده قلنا تاني خطوه هبدل دي واي باي دي اكس، اللي احنا قلنا ان انا بنقل كل حاجه في الطرف اليمين تمام واسيبها لوحدها، هبدل دي واي باي دي اكس واحط بدلها سالب واحد على. الناس اللي ما بتحبش دي واي باي دي اكس ممكن تحط واي داش. يبقى المعادله بقت الشكل اللي هي المعادله التفاضليه اللي هتطلع عامله ازاي بعد التبديل اهو. تمام. طيب هنا بقى وانت بتطلع المعادله التفاضليه المفروض ثالث خطوه ايه؟ هنعمل سولف للمعادله دي. فالحل بيطلع فيه لان هتبقى فيرست اوردر هيطلع فيه ثابت اختياري. طيب خد بالك كويس قوي، ده في ثابت لسه ملازمك، هو ينفع الفاميلي بتاع الاورثوجونال تراجكتورز اللي هتطلع يبقى فيها اتنين ثوابت؟ لا. خد بالك من التريكه هنا، تعمل ايه؟ لازم تشيل السي ده اهي. طب ونشيلها ازاي؟ ادور على علاقه تشيل اشيل السي واحط حاجه، هتلاقي العلاقه هي العلاقه الاساسيه اللي مدالك في راس المساله. السي بتاعتك عباره عن واي على اكس تربي. يبقى هنا ده يساوي 2 واي على اكس تربيع في اكس. يعني ده 2 واي على اكس. طيب ها هنعمل ايه بقى؟ اجي بقى فين الديفرنشال ايكويشن بتاعتك؟ سالب دي اكس على دي واي تساوي 2 واي على اكس. نوعها ايه الديفرنشال ايكويشن دي؟ ينفع الفصل فيها، يبقى انا ده اضرب طرفين في وسطين كل واحد ياخد حق. سالب اكس دي اكس تساوي 2 واي دي واي. يبقى هنعمل تكامل للطرفين. يبقى لو جينا كملنا الأولانية تطلع إكس تربيع على 2، طب والتانية تطلع واي تربيع. تمام؟
اوعى تنسى زائد ثابت اسمه غير الاسم اللي موجود عندك. تمام؟ بمناسبة بقى الرسومات، يعني الناس لو حابة تعرف، يعني هو المفروض الكيرفات اللي مدالك دي معادلة دالة تربيعية بنسميها قطع مكافئ. كل ما تحط سي كل ما تلاقي ايه، هو المفروض الدالة التربيعية عبارة عن طبق، فكل ما تغير قيمة السي تلاقي الطبق ده يا بيضيق يا بيوسع، كل ما تكبر السي تلاقي ايه الطبق بيدخل لجوه شويه. وخد بالك ان السي ممكن يبقى بالسالب، يبقى دي قطاعات مكافئه او دوال تربيعيه زي ما انتم عارفين. الراس بتاعتي بتاعت الايه بتاعت القطاعات المكافئه دي صفر وصفر. لو جينا بقى شفنا المعادلة اللي طالعة بتاعت الأورثوجونال تراجيكتورز، هتلاقيها عبارة عن إيه؟ دي معادلة قطع ناقص إليبس. إيه ده؟ يبقى العمودي على القطاعات المكافئة دي إيه؟ هتلاقيها شوية إيه؟ قطاعات كده إيه؟ قطع ناقص. بصوا، تمام؟ طبعا بتغير قيمة الكي يتغير شكل القطع. هل مطالبين بالرسم؟ لا، عشان أنا عارفة إن في ناس ناجحين في الهندسة ببركة بتوع الوالدين، هندسة تحليل. طيب يبقى إحنا عرفنا الخطوات 1 2 3. خد بالك لو في ثابت، في ناس تقول بقى إيه؟ بتوع ميكانيكا قالوها النهاردة حلوة جدا، أعمل إيه؟ قبل ما أشتغل المسألة خالص ألاقي في ثابت أخليه في طرف لوحده زي ما عملنا هنا كده، واخد المعادلة دي افاضلها على طول، فهتلاقي تفاضل الثابت اللي في الطرف الشمال ده يدي ايه؟ صفر، فانت اتخلصت منه من اول خطوة خالص. تمام؟ اخر حاجة وعليها مسألة واحدة اللي هي ثاني تطبيق، وثالث تطبيق هعينه المرة، يعني هخليه للمرة اللي جاية. بيقول لي ايه؟ لو الناس لاحظت مثلا بنحط كوبايه شاي سخنه في وسط، ايه اللي بيحصل؟ الكوبايه بعد شويه بنلاقيها بردت، فايه اللي حصل؟ ها، حصل تبادل بين الكوبايه وبين الوسط المحيط، تمام، والكوبايه فقدت شويه من درجه الحراره. برضو نفس القصه لو حطينا حته تلج، ايه اللي هيحصل؟ بعد شويه هنلاقي التلج بدات تسيح، يبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ درجه حرارتها زادت، صح؟
درجة حرارتها زادت. ليه درجة حرارتها زادت؟ معناها إنها إيه برضو اكتسبت حرارة، اكتسبت حرارة من الوسط المحيط. طيب إحنا هنركز على اكتساب ولا فقد؟ كولينج سيستم معناها اللي هي الكوباية اللي سخنة وبردت، تمام؟ يبقى في فقد في الحرارة. يعني لو شفنا تغير درجة الحرارة، تغير درجة الحرارة أو الفرق بين درجة حرارة جسم ودرجة حرارة الوسط المحيط، هتلاقيها بالإيه؟ مادام فقد يبقى بالسالب، تمام؟ طيب خلينا بس نتفق. طيب قال لك إيه؟ إحنا هناخد قانون نيوتن. بتاع إيه؟ بتاع نظام التبريد. الاوف كولينج، تمام؟ طيب القانون بيقول ايه؟ هقوله كده وبعدين اترجمه على طول. بيقول ايه؟ تايم ريت اوف تشينج اوف ذا تمبريتشر. تايم ريت اوف تشينج معناها التغير، تمام؟ التغير مع الزمن اللي بيحصل في درجه حراره جسم، التغير مع الزمن اللي بيحصل في درجه حراره جسم، لتكن درجة حرارة الجسم هنسميها T، temperature بتاع البادي. بيقول إيه؟ التمبريتشر بتاعة البادي دي الـ time rate أو التغير، كنا بنقول هو عبارة عن تفاضل مين؟ هو بيقول التغير بتاع مين؟ بتاع التمبريتشر بتاع البادي، يبقى التفاضل بتاعه بالنسبة لمين؟ time rate، يبقى التغير بالنسبة للزمن. تاني يبقى التايم ريت اوف تشينج اوف ذا تمبريتشر، اهو تغير مع الزمن لدرجه حراره جسيم، از بروبورشنال، تتناسب مع، حط علامه التناسب، فرق درجه الحراره بينه وبين الوسط المحيط. يبقى تاني بتتناسب مع الفرق بين درجة حرارته وبين درجة حرارة الوسط المحيط، فليكن هنسمي درجة حرارة الوسط المحيط TM، temperature of the medium اللي حواليه. طيب عشان نشيل علامة التناسب يبقى أنا ممكن أحط ثابت تناسب، صح؟ وخد بالك من حاجة، هو المفروض التغير ده بتفقد درجة حرارة، صح؟ يبقى التغير بيبقى بالإيه؟ حيث الكي هنا يتقول ثابت في الفرق، وتقول الثابت ده نيجاتيف، أو أنا بحب كده أحط النيجاتيف وأقول له إن الكي دي بوزيتيف كونستانت، as you like بقى. المهم إن هنا في فقد في درجة الحرارة، فالتغير بالسالب، يبقى ده ثابت الايه؟ التناسب، تمام؟ اسمه كي، وحطينا السالب ليه؟ لان ده كولينج سيستم، يعني بيبقى درجه حرارته عاليه وبعدين بعد كده تقل، زي كوبايه الشاي اللي بسيبها شويه فتلاقيها برد. طيب كتبنا ده، ايه ده؟ ايه علاقه ده باللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ ده فيرست ايه؟ اوردر، تمام؟ ومش بس كده، وعلى فكرة بعد ما ترتبها هتلاقيها linear equation. الناس اللي مش مقتنع دخل الكي دي جوه وجمع الحاجات اللي فيها تي الناحية الشمال، دي تي باي دي تي سمول، حيث تي كابيتال قلنا درجة الحرارة بتاعت الجسم، تي سمول هو مين؟ هو الزمن بتاعك، يساوي لو دخلنا سالب كي جوه القوس اللي في اليمين ده، هو هتلاقي دي سالب كي تي كابيتال، ممكن انقلها في الطرف ده، هو تساوي كي تي. دي بقى كنتوا بتسموها بي، ودي بقى على بعضها بنسميها كيو، ونحل بالانتجريتنج فاكتور. يبقى احنا بعد ما نحلها هتلاقيها وصلت لايه؟ الحل بتاعك هيطلع كده، تي تساوي تي ام زائد ثابت، هو الحل بتاعك بيطلع فيه ثابت اختيار اس سالب كي تي. ايه ده؟ ده طالع فيه ثابتين؟ لا ده كي من الاول، دي ثابت التناسب. طيب
هو الكي ثابت التناسب، هيبقى مديك شروط في المسألة تجيبها، وإيه كمان؟ هيبقى مديك شرط برضو كمان، المفروض ده arbitrary constant ثابت اختيار، بس هنحسبه باستخدام كونديشن موجود في المسألة. ليه؟ ما هو في سيستم شغال وله ظروف معينة، فيبقى مش أي كي بقى، هتبقى كي محددة، وهنحسبها ازاي؟ باستخدام الكونديشن اللي هيبقى مديهوني في المسألة. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ استخدمنا قانون نيوتن اللي طلع لي معادلة first order differential first order linear differential equation، ولما جينا حليناها بالطرق، يبقى هنا الناس بقى تعملها homework في البيت. لما جينا حليناها لقينا ان العلاقة بين التي كابيتال اللي هي درجة الحرارة والزمن بقت بالايه؟ بالصورة ده. طيب تعالوا ناخد مثال، اللي هو آخر مثال بقى النهاردة. يبقى احنا وصلنا لإيه؟ T تساوي Tm زائد C E أس سالب KT، جبناه منين؟ من قانون نيوتن، بعد ما وصلناه لمعادلة تفاضلية خطية، تمام؟ حليناها طلعت لي الكلام ده. تعالوا نشوف المثال. بيقول لي ايه؟ عندي بار مصنوع من معدني، ميتال بار. الميتال ده ايه؟ بيقول بيوصف لك المساله لفظي. الميتال ده درجه حرارته، فخناه يعني لغايه ما وصل 100 درجه. بعد كده في ساعتها اول ما سخناه حطيناه في حجرة، الحجرة دي هي الوسط بقى بتاعي دلوقتي، درجة حرارتها ثابتة. كام درجة حرارة الحجرة دي؟ قال لي زيرو، نفس الوحدة فهرنهايت. يبقى أول ما ابتدينا نشتغل المسألة بتاعتنا كانت درجة حرارة البار كام؟ 100 درجة، ودرجة حرارة الغرفة صفر. تمام؟ طيب بيقول لي ايه؟ بعد 20 minutes تتوقعوا ايه اللي هيحصل للحراره؟ اللي درجه الحراره بتاعت البار ده هتزيد ولا هتقل؟ طبعا درجه حراره الغرفه اللي محطوط فيها صفر، فاكيد هيفقد حراره، فاكيد بعد ال 20 minutes هيبقى درجه حرارته اقل من ال 100. قال لي بعد 20 minutes التمبريتشر بتاعت البار ده بقت 50 درجة، وطالب شوية حاجة. أول مطلوب بيقول لي هات التايم اللي عنده هتبقى درجة حرارة البار بتساوي 25. تاني حاجة المرة دي بقى هات التمبريتشر بتاعت البار after 10 minutes. احنا اتفقنا، بصوا معايا عشان برضو الناس ما تتلخبطش، لو احنا ده محور التايم، هو بيقول احنا ابتدينا التجربة، فانت ابتديت التجربة معناها الانيشيال بتاعك عند تيب صفر، ليكن هناخده كده. المفروض طول ما احنا ماشيين وبنزود في التايم، ايه اللي يحصل للتي كابيتال؟ تقل، لان احنا هيحصل هنا فقد حرارة. طيب هو بيقول ايه؟ عند البدايه
تعالوا نغربل المسألة ونطلع منها إيه شوية حاجات. بيقول أهو عند البداية كانت درجة حرارة البار ليكن هنقول التي دي تمبريتشر بتاع الميتال بار بتاعنا كانت بكام؟ قايل عند تي بصفر، عند تي بصفر التي بتاعتك قايل بمية. طيب وإيه كمان؟ اتحط في غرفة عند البداية دي بس إيه درجة حرارتها زيرو، كنا بنقول إن التي إم هو درجة حرارة الوسط المحيط اللي هو الروم بتاعتنا اللي هنا في التجربة. قايل كانت بكام في الأول؟ بزيرو. طيب خد بالك العلاقة اللي كانت بتوصل تغير درجة الحرارة مع الزمن، قلنا من قانون نيوتن بعد ما حلينا المعادلة التفاضلية كانت طالعة كده تي تساوي تي إم زائد سي في اي اس سالب كي تي. هو قايل ايه؟ خد بالك درجة حرارة الغرفة او التي ام دي بصفر مش هتتغير. هل هتتأثر بالمتل الصغير المحطوط فيها وتتغير؟ لا، يبقى دايما التي ام بكام؟ بصفر. فهتلاقي دايما التجربة اللي فيها قانون نيوتن دي دايما بنطبقها على اجسام صغيرة، ما بتأثرش على درجة حرارة الوسط المحيط، يعني بتنيه ثابت بكام؟ هو قايل بيزيد. طيب هو قايل ايه؟ عند التي بصفر التي كانت بمية، تعال عوض بقى في المسألة، يبقى ايه؟ مية تساوي سي اي اس سالب، وصفر في اي حاجة فوق بصفر، يقص صفر بواحد، يبقى من هنا السي تساوي مية. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، هيديك كونديشن اجيب منه الثوابت. يبقى هرجع احط السي مكانها تاني، يبقى دلوقتي بقت عندي المعادله بتاعتك تي تساوي تي ام موجوده، لا قال لك بصفر أو ثابتة زي ما هيديهالك، فهتحط الرقم C طلعت بمية E أس سالب KT. طيب خد بالك في شرط تاني على فكرة عشان تجيب الكي، بيقول لك إيه؟ بعد 20 minutes التي تساوي 20، لأن بداية العداد بتاع التايم قلنا من أول الصفر. عند ال 20 منت دي ايه اللي حصل؟ التي بتاعتك درجة الحرارة بتاعت البار بتاعي بقت 50، هنا كانت في البداية 100، طول ما انت ماشي قلنا ايه؟ التي بتقل. عند تي ب 20 التي قلنا ب 50، هنروح نعوض تاني، يبقى ادي 50 تساوي 100 اي اس سالب الكي مضروبة في 20. انت نفسك تجيب الكي تحت شقلباز، يبقى الاول هقسم على دي، تساوي اي اس سالب 20، وهاخد لين الطرفين، فاللين مع الاي روحه يديني ده، يبقى الكي من هنا تساوي لين نص على سالب 20. تكتك على الآلة الحاسبة هتطلع دي كده بوينت 0.35. طيب جبنا الكي دلوقتي، ابتدي اعمل ايه بقى؟ يبقى هرجع تاني احطها جوه الايه؟ العلاقة بتاعتك. يبقى تي تساوي 100، اللي بعرفه بحطه مكان اي اس سالب 0.035 في تي. الله، يبقى دي علاقه واضحه تربط مين؟ ها التمبريتشر مع الزمن بتاعي اللي هو تي سم. طيب يطلب بقى زي ما يطلب، اول حاجه بيقول لك ايه؟ هو عايز الزمن اللي عنده هتوصل درجه الحراره 25، اكيد الزمن ده هيبقى فين؟ درجة الحرارة قلت كمان، يبقى أكيد هتبقى هنا.
يبقى هتبقى الزمن اللي احنا عايزين نجيبه ده هيبقى اي اكتر من 20 منت. طب تعالوا نجرب. طيب ولا هنرجع نعوض فين في المعادلة الأساسية ده يستار؟ هتشيل التي كابيتال وتحط 25، هتلاقي المجهول الوحيد اللي بتدور عليه اللي هو التي ده. هنقسم على 100، عايز انزل اللي فوق شقلباظ تحت، يبقى هناخد لين الطرفين. يبقى من هنا التي بتاعتك اهي لين ربع على سالب 0.035، والتكتك على الآلة الحاسبة هتلاقيها طلعت 39.6 والوحدة منت. طيب المطلوب التاني، لا المطلوب التاني عليكم هوم ورك بقى. بيقول لي لا، المطلوب التاني لو انا عندي التي بتاعتي ب10، التي كابيتال بكام؟ تي ب10، يبقى انا فين مكاني اهو؟ يبقى أكيد درجة الحرارة هتبقى إيه؟ بين 100 وبين 50. هتروح تعمل إيه؟ هتروح تعوض في المعادلة ستار عن تي ب10، وتكتك على الآلة الحاسبة تقدر تجيب مين؟ تي كابيتال بتاع. خلاص؟ دي آخر حاجة. في مسألة محطوطة عندكم ممكن الناس تحلها إيه؟ إكسرسايز كده، موجودة في نهاية الورق على آخر مثال. صح، هتطلع 70. برافو.